السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد نفيد بيه ونستفيد. معانا الزيفر لدريك 870 في عطل باور، هو على السرية زي ما انت شايف حضرتك، هوريه لك كده بيقطع اللمبة أو النور الأحمر شغال بيقطع. تمام، أنا فاتح الريسيفر والعيب باين إن شاء الله. العيب في المكثف الكيميائي دوت، واحنا قبل كده عاملين ريسيفر زي كده، بس برضو ايه هنوريك في الفيديو ده. الريسيفر المكثف اهو منتفخ، هنحله ونجيبه ونركبه ان شاء الله، هيشتغل معانا جميل جدا جدا. ده حضراتكم المكثف البايظ، هنا الجنب اللي هو مشرشر بابيض ده، ده السالب، هنا الموجب. بنفس القيمه المكثف الثاني هنجيب السالب من هنا والموجب من هنا كده اهو، ده السالب اهو وده الموجب اهو. هنحمه وهرجع لحضرتك، هو النقطتين دول خلاص. قلنا لحضراتكم المكثف هو القديم، غيرناه بكل سهوله، سهل جدا جدا انك انت تعمله. وده كده على السريه اهو بينور، انا هعمله كده على ال 220 اهو. الريسيفر هيفتح معانا وهيشتغل 100 100 ان شاء الله. وحاجه بسيطه تقدر تعملها وتجيب المكثف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.